Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? السلام عليكم، معكم كودر اوف 21. دابا غادي اليوم غادي سنحاول ان نكتب كود برمجي بالبي اش بي ومكتوب بالاو او بي كهذا. نلاحظ الآن بأن الكود يبدأ هكذا، ثم هناك صفحة الدخول أدمين، ثم الباسورد يدخلنا إلى الأدمين. هنا ترى بأن كل الناس، كل الشيف، لأنها صفحة مطعم، كل الشيف يضعون هذا الشيف وهذا الشيف الآخر، دجاج، شخص واحد، سلطة، السعر، ثم ماذا كتب هذا الشيف. يمكن الشيف الأكبر أن الأدمين أن يكتب سلطة، يكتب، لا أعرف كيف أقولها بالعربية، ولكن يكتب لائحة الأكل وتظهر اللائحة هكذا. يجب أن أعدل عليها، ولكن سأعدلها عليها معكم. الآن سأخرج من الأدمن الكبير وأدخل إلى الشيف الصغير. شيف، هنا باسورد شيف، لوكين. الشيف هنا يرى ماذا هو كتب. ماذا هو كتب؟ إن لاحظت سأحاول كتابة شيء، مثلا دجاج، سلطات، اثنان، شخص أو شخصين. حسنا، أكتب هكذا وسيعطيني هذا. نعم، وسأدخل هنا لأرى ماذا هو. قد أدخل ماي ميلز، أين هي ماي ميلز؟ حسنا، سأدخل إليها مباشرة. ماي ميلز، حسنا، لقد أدخل الأولى ثم أدخل الثانية. هنا خطأ في الرقم، ولكن حسنا، لقد صنعت هذا فقط لأريكم. الشيء الجميل في هذه الأبليكيشن أنها مكتوبة بالأو أو بي. الآن سأدخل إلى جيت هاب. في هذا الجيت هاب هناك ريستو، هذا الريستو هناك الكود البرمجي. هذا هو الكود البرمجي كاملا. حسنا، سأحاول أن أبدأ بالداتابيس. بي اش بي، حسنا،